السلام عليكم، كنتمناكم تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم اللوبيا البيضاء بطريقتي، كتجي زوينه بزاف. في الفيديو السابق نزلت لكم الوصفه ديال العدس، وبزاف البنات اللي جربوها وعجباتهم، عجبتهم بزاف وبغاو هاد اللوبيا البيضاء، واليوم انا وجدتها لكم. الى عجبتكم الوصفه كما العاده ما تنساوش لايك وشاركوا في القناه عالم سعاد، وبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم وفي المواقع الاجتماعيه باش تعم الفائده على الجميع. ونمشيو للمقادير. اول حاجه عندنا اللوبيا، غادي نشدوها وغادي نقيوها، غادي نحيدو منها بحال هذا الشكل الحاجه اللي هي خايبه. المهم اللوبيا اللي هي ماشي تال هي، المهم نقيتها قديتها بالنسبه للبنات المبتدئات وبالنسبه للرجال اللي ما تعرفوش يطيبوا اللوبيا. الكميه عندنا 500 غرام، هي كتبان راه قليله زلافه وحده ولكن راه 500 غرام، هي دائما كتعطي الكميه قليله وهي الوزن ديالها 500 غرام. اول حاجه كما قلت لكم نقيتها، دابا غادي نديها نغسلها مره وجوج تيحيد منها الغبره، وغادي نرجعوا باش تشوفوها. صافي وضعتها في الماء، من الاحسن الماء دائما تيكون طالع عليها مزيان. صافي غادي نخليها الليله كامله تتفزق مزيان وغادي تشوفوها. ملي خليناها ليله كامله كما تيبان لكم غادي نمشي نصفيها وغادي نرجعوا للمقادير. عندنا جوج حبات ديال الطماطم يكونوا كبارين محكوكين في الحكاكه الغليظه، وعندنا واحد البصله هي محكوكه، وعندنا القزبر او معدنوس مقطع كما تتشوفوا، وعندنا تقريبا واحد خمسة الفصوص ديال الثوم. بالنسبه لهاد اللوبيا كتبغي شويه ديال الثوم مهروسين بحال هكاك. وبالنسبه للتوابل عندنا معلقه صغيره ديال الكمون البلدي، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الكمون، وراس المعلقه ديال الفلفله السودانيه يعني الشطه. هادي تتواتي بزاف هاد اللوبيا، من الاحسن ديروها غا هي الا كانوا عندكم الوليدات ما تكثروش، ديروا راس المعلقه. وعندنا نص معلقه ديال الفلفل الاسود اللي بزارو، عندنا الملح على حسب الذوق. وبالنسبه للفلفل الحمراء عندنا معلقه كبيره ما عمراش ممسوحه ديال فلفله حمراء اولا بابريكا، نص كاس ديال زيت الزيتون، وعندنا الماء. غادي نبداو ان شاء الله. كنشدو واحد الطنجره، اما طنجره ولا طنجره الضغط اللي بغيتو، طنجره عاديه حتى هي كطيب عاديه ما كاين حتى شي مشكل. وضعنا هاد اللوبيا صفيناها، كنضيفو الطماطم، كنضيفو كلشي مع بعضو. وتقدروا البنات اللي بغيتو ديرو السلك، السلك راه كيواتيها مزيان بالنسبه لهاد اللوبيا، ومن الاحسن جربوها بحال هكا باش تشوفوا ديك البنه وديك اللذه. وديك الساعه تقدروا تدخلوا الخضار، تدخلوا اللي بغيتوا. كنوضع الماء، درت في الاول ايترو وفي التالي درت واحد ربع ايترو. المهم عينكم ميزانكم تغطى وكتبان لكم بحال هكا، صافي راه هذا هو الجل. واللي بغى يضيف مركز الطماطم يمكن لكم تضيفوه، نص كاس ديال الزيت. غادي نسد عليها وغادي نوضعها فوق النار، غادي نخليها تقريبا 20 دقيقه ونفتحها ونشوفها واش طابت ولا لا. واغلبيه مع كتقد وكت يعني كطيب دغيا، كطيب بواحد السهوله طيابه. المهم هذه اللي كنجيب انا طيابه. حليت عليها الكوكوط طابت وجدات، ومن الاحسن البنات هانتوما كيما شفتوا درت انا يطرط الماء وشي شويه في نص كيلو ديال اللوبيا، والماء هو باقي ليا يعني المراق باقي ليا بزاف. من الاحسن ديروا اطرط الماء صافي. ها هي وجدات وطابت دغيا تتقطع، ودقتها جات زوينه زوينه بزاف، جلست ليا تقريبا 20 دقيقه. صافي غادي نخليها توكح ليا شي شويه من الماء، نخلي فيها شويه المراق ماشي نوكحها بزاف ولكن غير شي شويه. صافي وغادي نحطها، وهذه هي اللوبيا ديال اليوم. بالصحة والراحة، استودعكم الله إلى فيديو قادم إن شاء الله.